انا اول مره اعمل فيديو واطلع اتكلم فيه، حصل بيني وبين شد، يعني بيني وبين احلام شد في العمره، ويعني خلاف وشدينا مع بعض، وانا شدتها يعني شدتها وزقتها، وده ما كانش لازم يحصل خالص. واما رجعنا من العمره صلحتها وكنا كويسين، وبعدين رجعنا حصل مش يعني حصل خلاف تاني وزعلت مني. فطبعا هي افتكرت كل يعني كل اللي انا كنت بعمله، فأتمنى يعني إن هي ما تزعلش مني والدنيا تروق، وأنتوا تدعوا لنا إن ربنا يصلح الحال، وإن شاء الله. يعني هو سنة أولى جواز بتبقى فيها شد وفيها كل حاجة، ولسه في طباع، وعائلتين بيتعرفوا على بعض وبنطبع على طباع بعض، فربنا ييسر الدنيا إن شاء الله. وهنروح لحد متخصص، يعني أنا هروح لحد متخصص إن هو يعني يبقى في كلام، ونعرف ان احنا ازاي نتعامل مع بعض، نعرف ان احنا ازاي نتفاهم مع بعض. كل اللي انا بحتاجه منكم ان انتوا تدعوا لنا ان ربنا يهدينا. الكلمة الحلوة بتبقى في الوقت ده بتبقى كويسة.